لم تتردد روسيا في إعلان امتعاضها من نتائج زيارة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى تركيا، زيارة خلفت ما هو مثير للجدل طبعا، سواء من ناحية الأقوال أو الأفعال، ما استدعى تذمر موسكو كما كان متوقعا. ويبدو أنه من الضروري أن نستخدم مصطلحات محددة في توصيف رد فعل روسيا على ما جرى في أنقرة خلال زيارة زيلينسكي كالامتعاض والتذمر وليس الغضب أو الإدانة، وهذا تمييز مهم. لكن لماذا هذا الحرص في استخدام مفردات بعينها لوصف الموقف الروسي السلبي حيال تعامل تركيا مع ضيفها الأوكراني؟ لأن رد فعل موسكو لم يكن شديد التوتر، بل بدا من قبيل لزوم ما يلزم أو وجوب ما يجب، بمعنى فض عتب أو تسجيل موقف لا أكثر، هكذا بدا. فعندما تكتفي موسكو بمعاتبة أنقرة على سماحها لزيلينسكي بإعادة قادة حركة المقاومة في أزوف إلى أوكرانيا، رغم أن هذا يشكل انتهاكا لاتفاقية تبادل الأسرى التي أفرج عنهم بموجبها بوساطة تركية في أيلول سبتمبر من العام الماضي، كما قال حرفيا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف السبت. وعندما يضيف بيسكوف إننا نتفهم تضامن تركيا مع حلف شمال الأطلسي بصفتها عضوا فيه، ونتفهم الضغوط التي مورست عليها من دول الحلف، تعليقا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول ضرورة ضم أوكرانيا للناتو رغم خطورة هذا التصريح كما يفترض على روسيا، فنحن أمام رد فعل هادئ، مجرد عتب بل وتفهم أيضا. فما الذي يجري هنا؟ منذ متى تتعامل روسيا بهذا التفهم والتسامح عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الملفات؟ ألا يجعل رد فعلها رغم إعلان الكرملين تعليق زيارة كانت مقررة لبوتين إلى أنقرة، ألا يجعل من تحليل البعض أن ما قامت به تركيا وما قالته كان برضا والطلاع الروسي؟ ألم تقدم أنقرة لموسكو بالمقابل هدية قيمة جدا عندما واصلت إصرارها حتى اليوم على معارضة انضمام السويد إلى حلف الناتو، رغم ترتيب لقاء بين رئيس وزرائها ورئيس تركيا وإعلان المسؤول السويدي ضرورة العمل على تغيير قوانين سويدية سامحت بالإساءة للقرآن استجابة لمطالب أنقرة؟ في الحقيقة هناك من يرى أن تركيا لم تعد مهتمة بالوجهة الغربية، وأن نتائج الانتخابات الأخيرة والفوز المريح لتحالف الجمهور مكن موقف الحكومة من المضي قدما نحو الشرق. يقول هؤلاء أيضا إن أردوغان رمى بهذا التصريح حول أحقية أوكرانيا في الانضمام لحلف شمال الأطلسي، رمى قنبلة على طاولة اجتماع دول التحالف الذي سيعقد في ليتوانيا يوم الثلاثاء القادم. فهل الأمر على هذا النحو بالفعل؟ أم إن كل هذه القراءات والتقديرات لا تجيب عن الأسئلة ولا تفسر إشارات التعجب والاستفهام الكثيرة التي خلفتها زيارة الرئيس الأوكراني إلى تركيا؟